Great to be with you and your audience. يسعدني أن أكون معكم ومع مشاهديكم. لا أعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في الفترة الحالية بالانخراط في أي حرب في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، وهذه مسألة تم التأكيد عليها. مع هذا فإنه من الضرورة بمكان أن تقوم الولايات المتحدة بالتطرق إلى هذه القضية ومعالجتها، ولا سيما أن إيران قد بدأت الآن بتطوير أجهزة